أرجو بكم إلى مقر تعاضدية عمال البناء بزيرالدا، ومفادنا إلى هناك طاهر بن زين وضيفه، أهلا بكما. أهلا زميلتي إيمان. نعم، كما قلت نحن الآن متواجدون بتعاضدية البناء بزيرالدا، حيث انطلقت أشغال أو أعطى الأمين العام بالنيابة الأيرلندي شارة انطلاقة المؤتمرات الجهوية 9 عبر مختلف ولايات الوطن، وحيث حضر الأمين العام بالنيابة الأيرلندي باعتباره أحد مندوبي ولاية العاصمة هنا بتعاضدية البناء بزيرالدا، أين احتضنت المؤتمر الجهوي لولاية الوسط التي ضمت 8 ولايات من بينها العاصمة. زميلتي أحمد ويحيى وصل مبكرا في الساعات الأولى لنهار اليوم، حيث حظي باستقبال مهيب من طرف مناضلي الحزب لولاية العاصمة، أين رحبوا به بالهتافات والزغاريد. زميلتي أمين العام بالنيابة أحمد ويحيى قدم خطاب أمام مناضلي العاصمة، وخطاب وجهه لجميع المناضلين، حيث وجه رسائله إلى الداخل وإلى الخارج، وفي هذه الأخيرة تضمنت رسائله إلى الخارج إلى فرنسا، وتحديدا إلى زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، حيث تحدث عن تسريب بعض الصور أو تسليط الضوء من بعض الصور من طرف وسائل الإعلام الفرنسية هناك حول صور للرئيس الجمهوري عبد العزيز بوتفليقه، اين تاسف الامين العام بالنيابه الايرلندي احمد ويحيى على بث هذه الصور التي تمس بمؤسسات الجمهوريه. زميلتي ايمان ايضا تحدث الامين العام بالنيابه السيد احمد ويحيى عن استغلال بعض الاطراف من الداخل لهذه الصور وتوظيفها في بعض وسائل الاعلام، اين اتهم بعض نعم لوبيات المال أو طاهر، رجال الأعمال نعم هنا بالجزائر؟ نعم طاهر بن زين، مفادنا إلى نعم مقر تعاضدية عمال البناء بزيرالدا، سنعود إليك بعد قليل.